احتفل مكتب الأوقاف والإرشاد بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بجامع المظفر بالمدينة القديمة وسط حضور لأبنائها بهذا الجامع العتيق. يقول المحتفلون بأن الاحتفال بميلاد رسول الله باتباع سنته والاقتداء به رحمة وإنفاقا وتفقدا للجوعى والمساكين والمعوزين وإعطاء الناس حقوقهم وخدمتهم، وليس كما تعمل ميليشيات الحوثي باسترجاع عهد القطرنة وأخذ أموال الناس بالباطل وصرفها على الألوان والقماش. هذه الذكرى قام بها مكتب الأوقاف والإرشاد بالاحتفال بها بطريقة مميزة لكي تظهر ارتباط المسلم مع ارتباط المجتمع الإسلامي، ارتباط مكتب الأوقاف والإرشاد والإرشاد بالمواطنين حتى يشعروا بعظمة هذه المناسبة. قام مكتب الأوقاف والإرشاد اليوم بالتوقيع على باتفاقية مع مستشفى المظفر، أحد المستشفيات الموجودة في المدينة القديمة، على رعاية 1100 حالة من حالة النفساء، حالة الولادة. بعد أن أطلق مكتب الأوقاف والإرشاد وقف يسمى وقف النفساء، هذه الأوقاف تحت الأوقاف الصحية من الأوقاف التي كانت قد اندثرت منذ فترة طويلة، يقوم مكتب الأوقاف والإرشاد الآن بإحيائها. ما يقوم به الحوثيين استثمار لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يغطوا على تنكيلهم بالشعب اليمني قتلا واختطافا وإخفاء وحصارا وقصفا وتدميرا منذ 5 سنوات. وبحسب قول المواطنين فرسول الله منهم براء، وإن رفعوا الشعارات وضربوا الرنج ووزعوا القماش الأخضر.